بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين. اللهم صلي وسلم على نبينا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل حين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم سهل ويسر أمورنا. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. هذا هو الفيديو الثالث أو المقطع الثالث من مسابقة الأولمبياد للرياضيات التي ستقام إن شاء الله عز وجل يوم غد سبت 18 نوفمبر 2023، تحضيرا للنهائي اللي راح يكون في دولة شقيقة تونس إن شاء الله عز وجل. طيب، راح نواصل معكم النماذج والتمارين اللي وصلنا فيها. توقفنا في التمرين العاشر. التمرين العاشر حليناه، راح نبدأ من التمرين الحادي عشر. باش تستفاد اكثر لابد من تراجع الفيديو السابق الاول والثاني، وزيد تشوف هذا الفيديو باش يكون التحضير جيد. طيب، راح نكملوا معكم جميع التمارين اللي بقاو اليوم، جميع الوضعيات. جبت لكم بعض الوضعيات من الدوله الشقيقه تونس، كذلك راح نتكلموا عليها، وفي الاخير راح ندير لكم تنبيهات ونصائح لنهار الغد باش التلاميذ ان شاء الله عز وجل يتوفقوا في هذا الامتحان. بارك الله لي ولكم، خليكم معنا. طيب، نبدأ بالتمرين الحادي عشر اللي توقفنا عنده. قسم هذه الشبكة إلى أربعة أجزاء بحيث يكون مجموع الأرقام التي تكون كل جزء مساو للعدد 33. عندك مربع كبير مقسم إلى مربعات صغيرة، وكل مربع فيه رقم. طيب، قال لك قسم إلى أربع أجزاء، معناها اختر أربع مربعات. انتبه مليح، لازم تقرأ السؤال مليح. قلت لكم ممكن يكون الجواب بسيط جدا، لكن عدم قراءتك الجيدة للسؤال قد تخطئ في حل التمرين. قسم هذا المربع الكبير إلى مربعات صغيرة، قال لك ربعة. قسمه إلى أربع مربعات بشرط يكون مجموع المربعات الأربعة 33، معناها أربع مربعات متصلة، معناها تختار ربعة. مثلا اختاروا ذا الربعة هذا بشرط يكونوا 33. 10 و 12 22 و 17 و 39، إذا نفتنا 33 لازم تختار ربعة مربعات. الحل ما نضيعوش الوقت، هذا سهل. التلميذ دائما لازم يحل ويعاود، يحل ويعاود باش يتحصل على الجواب الصحيح. الجواب الصحيح راهم دايرينه هنا، ها هذو الاربعه، لاحظ 13 وال11 24 وال7 31 وال2 33، اذا هذو الاربعه 33. طيب، نشوفوا هذو ثلاثه، 6 و3 9 19 20، هذو الاربع اصبرتوا 14 وال10 24 30 33. اذا ممكن هذا الاربعه ولا هذا الاربعه، اذا عندنا حلين. تابع مليح، عندنا حلين، هذو الاربعه 7 و2 و11 و13، ولا هذو 6 و3 9 19 و14 33. هذا الاربعه ولا هذا الاربعه. التمرين الثاني، A B C D مربع طول ضلعه. A B C D، شوف مليح الحروف والرأي. A B C D هذا كبير ومربع، قال لك مربع طول ضلعه. في المربع يعطونا طول الضلع برك، في المربع ما يعطوناش طول العرض. انتبه مليح، طول ضلعه 6 سنتيمتر، معناه هذا 6 وهذا 6 وهذا 6 وهذا 6، وعطى لك سي ام 4 سنتيمتر. وين راه سي ام؟ روح للشكل وحوس عليه. سي ام هذا شحال قال لك؟ 4 سنتيمتر. احسب مساحة الجزء المظلل في الشكل. طيب، الجزء المظلل هنا ما عرفتوش انا وين راه، لانه امبريميتها كولر، مش على المظلل لا هذا ولا هذا ولا هذا، ما فهمت الجزء المظلل. طيب، هما في الحل ما قالوش الارقام شم هما ولا الحروف، قال لك مساحة الجزء المظلل هي 24. انا ما عرفتوش الجزء المظلل هذا، لم يتكلموا عليه وين راه، ما عرفتش. اسكو المربع هذا مربع ما تخرجش 24 ولا هذا ولا هذا، ما يهمنيش. المهم كيفاش نحل باش نصيب مساحه اي شكل راه هنا.
أول حاجة لازم نكون حافظ المساحة، قاعدة المساحة، مساحة المربع، مساحة المستطيل، مساحة المثلث إلى غير ذلك. كذلك الأشياء اللي تساعدني في الشكل هذا هو التشفير، وهو الشيء المهم. انتبه مليح للتشفير. لاحظ سي أم هذا قلنا 4 سنتيمتر، إذن هذا سي جي، سي جي كذلك 4 سنتيمتر لأنه ديرهم نفس التشفير. كذلك أو أف 4 سنتيمتر لأنه عندهم نفس التشفير. هذا كذلك 4 لأنه عنده نفس التشفير. انتبه للتشفير، التشفير هو اللي يساعدك. كذلك التشفير الثاني تاع ذا، احنا قلنا طول الضلع في المربع 6، اذا هذا النص تاعو 3 وهذا 3، هذه وهذه 3، اذا هذه ثاني 3، اذا عندها نفس التشفير مع هذه. اذا انتبه مليح للتشفير لما يعطولك اشكال مثل هذه. نروحوا للتمرين اللي بعده 13. جد مساحة الشكل، وحدة المساحة المربع. هنا هي المساحة بالمربع، انتبه مليح بالمربع مشي بالقواعد المعروفة في الرياضيات. طيب هنا نحسب المساحة الداخلية بالمربعات. طيب لما يكون مربع كامل باين 1 2 3 نحسب المربعات. المشكل ورا في الـ في الـ في, الـ في الأمر كما هذا، لما يكون نصف مربع، هنا نصف مربع مع نصف مربع يعطينا مربع. انتبه مليح لهذا الشيء، هذا هو الشيء المهم. لما يكون عندك نصف مربع ولا ربع مربع ولا، المهم تجمع الأنصاص مع بعضها البعض. هنايا نصف مربع مع نصف مربع يبقى لك النصف، النصف هذاك تجمعه مع النصف الثاني هنايا، وهنا يخرج لك زوج مربعات. المهم من ثان عندك نصف مربع. اذا مساحة دايرين في الحل هنا، مساحة المضلع 45 وحدة، معناه كاين 45 مربع، 45 مربع. تحسب المربعات وتنتبه للنصف مربع هو المهم. طيب المسألة 14، هنا لازم تقراها مليح، قراها مليح وركز مليح وركز مليح باش تفهمها. طيب اقتسم أيمن وأمين ومريم، كاينين ثلاثة، أيمن أمين مريم، الملاصقات التسعة، تسعة عاملين تسعة ملاصقات ذات الألوان أبيض ورمادي وأسود، والأشكال كيف كيف، مربع دائرة مثلث أبيض ورمادي وأسود. اقتسموها أيمن وأمين ومريم. طيب أيمن تحصل على الأشكال الثلاثة، تحصل على أشكال الثلاثة اللي هي مثلث ودائرة ومربع، مثلث ودائرة ومربع، لكن المثلث أسود، تحصل على المثلث الأسود. إذا ندى مثلث أسود ودائرة ومربع، إذا أنا عرفنا باللي رقم ثلاثة راه عند أيمن. انتبه رقم ثلاثة لأنه هو المثلث الأسود راه عند أيمن. طيب أمين تحصل على ثلاث ألوان مختلفة، إذا أمين أدى مثلث ودائرة ومربع بألوان مختلفة. معناه يكون أدى مثلث منه، ما أداش مثلث منه، معناه أدى مثلث لأنه المثلث ثلاثة راه عند أيمن، إذا أدى مثلث منه ولا منه. انتبه مليح، ودائرة ومربع. طيب امين ما عطاولناش حاجه اللي نعرفوا نقدروا نعرفوها. مريم ليس لي مثلث، مريم ما داتش مثلث، وليس لي ملصقات رماديه اللون، مريم ما داتش مثلث وما داتش ملصقات رماديه، داتش مثلث وما داتش الرماديه، اذا هادو ما داتهمش كاع صح، وما داتش مثلث وما داتش هذا. طيب هذا هضرنا عليه راه عند الاول خلاص، وما داتش هذا، معناها شي يبقى لنا الشك عند مريم. شي يبقى لنا هذا وهذا وهذا وهذا، 6 و9 و4 و7. علما ان كل طفل من الاطفال الثلاثه تحصل على ملصقه مربعه الشكل، مربعه الشكل، مربعه الشكل صح. امين لم يتحصل على الوان مختلفه. طيب ما هي أرقام الملصقات التي تحصلت عليها مريم؟ كما قلت يبقى لك الاحتمال 6 9 4 7 عند مريم. روك نشوفوا، نشوفوا الحل. طيب ما نضيعوش الوقت احنا فقط. أرقام الملصقات التي تحصلت عليها مريم هي 6 4 7 6 4 7 6 4 7 كما قلت لك. مريم تحصلت على 6 و4 و7، إذا ماهيش صعيبة، تحتاج إلى تركيز فقط وتعاود تشوف مليح وتصيبها، ماهيش صعيبة والله غير سهلة. طيب شوفوا التمرين اللي بعده، التمرين 15.
التمرين الخامس عشر هنايا كيف كيف حساب المربعات ايش قال لك؟ تعرف على الاشكال التي لها نفس المساحه. طيب عندك خمس اشكال المساحه بالمربعه، ايش دير؟ تحسب المساحه تاع كل شكل بالمربع، شحال كاين من مربع، وانتبه كما قلت في البدايه انتبه لنصف مربع والمشكل. نصف مربع دائما تحسبه مع نصف مربع تحصل على مربع، تحسب تاع ذا وذا 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 ومن بعد تشوف وراي الاشكال اللي عندها نفس المساحه. نشوفوا الحل، احنا اش قالوا في الحل مباشره؟ كل من الاشكال 1 و2 و5 عندها نفس المساحه، 1 و2 و5 معناه 1 هذا و2 و5 عندهم نفس المساحه. اش معنى؟ ما عندهم نفس عدد المربعات، هذه هي المساحه الداخل، هذا وهذا وهذا نفس المربعات. طيب هذا شويه سهل لانه عنده زوج انصاف فقط، زوج انصاف مع هذا تحسبهم. هذا ليش لازم تنتبه لنصف مربع، انتبه مليح لنصف مربع. المساله اللي بعدها، المساله السادس عشر، انتبه مليح. نرمز الحروف A B C D E F الى القطع السته في الصور المقابله، سته قطع او سته اشكال A B C D E F. تعرف على الأشكال التي لها نفس المساحة كيف كيف كما السابق هذا تقريبا. هذا تجيك سهلة لأنه راه ملون، سهلة. تحسب المربعات وأنصاف المربعات وتصيب الأشكال المتساوية. طيب نشوفوا الحل تاعو. الشكلين A و B نفس المساحة والسي والأو، الأ مع البي والسي والأو. A B كيف كيف، A مع البي نفس المساحة تاع عدد المربعات، والسي مع الأو نفس المساحة تاع عدد المربعات، سهلة. طيب نروحوا للتمرين اللي بحثوا لي عليه بزاف، التمرين هذا اللي بحثوا لي عليه بزاف، التمرين السابع عشر. طيب نجيب ورقة ونجي. طيب التمرين السابع عشر، التمرين السابع عشر قال لك حل التشفير الآتي، التشفير الآتي. وعطاولك مقدمة صغيرة ولا عطاولك شرط صغير، علما أن أو أصغر من واحد، أو هذا أصغر من واحد. طيب عندك on زائد on تعطينا to، معناها الأو زائد الأون تحصلوا على تي، والآن زائد الآن تحصلوا على دوبلو في، والأو زائد أو تحصلوا على الأون. تابعها مليح، هنا الشيء المهم شو هو؟ أنه الأو كي نزيدوا له أو واحد آخر نتحصلوا على الأو، معناها الرقم اللي نديروه هنا نديروه هنا ونديروه هنا، وهذا زائد هذا نتحصلوا على هذا، هذا هو الشيء المهم في الجمع هنا، وأو يكون أصغر من واحد. طيب نربحوا الوقت في الحل هنا، عطينا الحل، عندك زوج احتمالات، إما أن يكون أو واحد أو أن يكون أو اثنان، زوج برك، زوج احتمالات، لأنه قال لك أو أصغر من خمسة، ما حددلكش. إما أن يكون أو واحد أو أن يكون أو اثنان، لا يمكن أن يكون أو ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، مستحيل، ولا يمكن أن يكون أو صفر، لا، لأن أو زائد أو تعطينا أو، هذا هو، أو زائد أو تعطينا الأو، معناها العدد اللي نديروه هنا، نديروه هنا ونديروه هنا. إذا أو ممكن أن يكون واحد وممكن أن يكون اثنان. طيب أو يساوي واحد، أو يساوي واحد، عندها واحدة زوج ثلاثة أربعة، أربع احتمالات. انتبه معايا مليح. الحالة الأولى تاع أو، تاع أو يساوي واحد، تاع أو يساوي واحد. طيب شوفوا كيفاش نديروها، هذه هي العملية اللي عطاها لنا. احنا الحالة الأولى تاع أو يساوي واحد عندنا أربع حالات، أربع حالات، شوف هذه أربع حالات الممكنة، أربع حالات ممكنة لما يكون أو يساوي واحد. لاحظ لازم أو زائد أو نتحصلوا على الأو، هنا الأو يخرج اثنان، الأو يخرج اثنان، أو واحد والأو اثنان،
تابعها مليح. الأو واحد والأو اثنان والأخرين ما يهموناش، الأخرين نديروا لهم احتمالات. طيب لو كان حدوا لي، تابعها مليح، لو كان حدد لي شروط أخرى في الآن وشروط أخرى في الدوبلو في وفي التي، راح نصيبوا عملية واحدة فقط. بصح هو مادام ما حدد لكش، حدد لك غير الأو وراه محدد لك الأوب اللي هو أو زائد أو، معناها النتيجة الصحيحة تكون واحدة ولا زوج ولا ثلاثة ولا كثيرة، ما تكونش واحدة فقط. لو كان حدد لك كل الرقم شيء الصفة تاعو تكون النتيجة واحدة، بصح مادام ما حدد لكش تكون احتمالات كثيرة. طيب الاحتمال الأول أو يساوي واحد و أو يساوي اثنان، عدنا أربع احتمالات صحيحة. هاي 291 زائد 291، طيب واحد زائد واحد اثنان، تسعة زائد تسعة ثمانية عشر، اثنين زائد اثنين أربعة، والواحد خمسة، وهنا يتخرج لي 562، هنا 542، وهنا 432. هذه الحالات الأولى الصحيحة، أربع حالات صحيحة. 1 زائد 1 هي 291، و 2 582، أربع احتمالات. أو يساوي 1 و أو يساوي 2. لاحظ مليح، دائما أو زائد أو تحصلوا على الأو. شوف 1 زائد 1 2، 1 زائد 1 2، 1 زائد 1 2. إذا الأو 2 والأو 1، والأو راه أصغر من 5. هذه الأربع حالات الأولى الصحيحة. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية كذلك، الحالة الثانية لما يكون أو يساوي اثنان. الحالة الثانية تبع لما يكون الأو يساوي اثنان. ما معنى الأو يساوي اثنان؟ معنى الأو يساوي أربعة. تابعها مليح، الأو يساوي أربعة. هنا عندنا ثلاث حالات صحيحة. الحالة الأولى، الحالة الثانية، والحالة الثالثة. هاي ثلاث حالات صحيحة لما يكون الأو يساوي اثنين، الأو يساوي ربعة. هذه ثلاث حالات صحيحة، ما كاش حالات أخرى. النتيجة، وكما قلنا دائما الأو زائد أو نحصلوا على الأو. 2 زائد 2 4، 2 زائد 2 4، 2 زائد 2 4، والآخرين ما يهموناش. إذا الحل تاع هذا التمرين، عندنا أربع حالات صحيحة، أو يساوي 1 والأو 2، وطبعا رانا حققنا الشرط أو راه أصغر من 5. كاين ربع أصحاح فقط، ولما يكون الأو يساوي 2 كاين ثلاثة أصحاح فقط، والأو والأو يساوي 4، هذو ثلاثة أصحاح. هذا هو الحل تاع التمرين السابع عشر. طيب نروحوا التمرين الموالي. التمرين الموالي تمرين ثامن عشر، سهل جدا مش صعب بزاف. تمرين السابع عشر او الثامن عشر، تمرين الثامن عشر. طيب قال لك فك تشفير هذه العبارة باعتماد الشفرة المعكوسة. نفك تشفير هذه العبارة، يا ح ميم باء يا واو ضاء لام ألف لام. هذه عبارة عن حروف رأي لسقينها مع بعضها البعض. طيب الشفرة المعكوسة، ما معنى الشفرة المعكوسة؟ قال لك توزع الحروف الأبجدية على السطر الأول من ألف على السطر على سطرين. في السطر الأول 14 حرف، السطر الأول هذا من ألف إلى صاد، هذا السطر الأول مرتبة. وفي السطر الثاني بقية الحروف في ترتيب عكسي. ترتيب عكسي معناها الضاد نبداها من ضا طا ضاء عين غين إلى غاية الياء، منا مرتبين ومنا معكوسين. وفي نفس السطر بقية الحروف في ترتيب عكسي. ويستبدل كل حرف بالحرف المقابل. معناها باش نحل التشفير هذا شوى، كل حرف نشوف ما يقابله. الياء شيء قابلها، الياء قابلها الألف، الحاء شيء قابلها اللام إلى آخره. كيفاش نحلوها؟ هذه الحروف أكتب ماذا يقابلها؟ إذا الجواب هنا لما كتبوا لي الجواب أنا ما فهمت في الأول، فهمتها الإجابة، الجواب صحيح. هذه يحم بيو، يحم بيو ضلال. الحل تاع الشفرة هذه هو الجواب صحيح. كيفاش نصيبوها؟ روكم نشوفوا كيفاش نصيبوها. نبدأ بالياء. الياء ماذا يقابلها؟ الألف
نكتب الياء يقابلها الألف، إذا نكتب ألف. الحرف الثاني حاء، حاء ماذا يقابله؟ اللام، إذا ندير اللام. الحرف الثالث ميم، ورين ميم، ميم ماذا يقابلها؟ إذا ما ندوش الحرف، ندو ماذا يقابله؟ الجيم، ندو الجيم صح. الباء، الباء ماذا يقابلها؟ الباء يقابلها الواو، الواو. طيب الياء، روح الياء، الياء ماذا يقابلها؟ كذلك الألف مرة أخرى، كذلك الواو، الواو ماذا يقابلها؟ الباء. أنا صبنا الكلمة اللي هي الجواب، وكي نكملوا هذه الضلالة نزيبوا نزيدوا نسيبوا صحيح. هذا هو الحل، كل حرف ماذا يقابله؟ إذا الحل تاع الشفرة هذه هي كلمة ولا جملة الجواب صحيح، هذا هو الحل تاعها. التمرين 19 كذلك، التمرين 19 هذا اللي بعثوا لي عليه بزاف ودار لهم ان كوشمار. التمرين 19 قال لك حل الشفرة 1 زائد 1 تعطينا 2. طيب هنا ما حدد لك والو، التمرين السابق قال لك باللي اصغر من 5 وكذا، هنا ما دار لك والو، هنا قال لك 1 زائد 1 تعطينا 2. اه اذا نفس الشيء ونفس الطريقة، لازم او زائد او تعطينا الاو، إذن الأو دائما تمشي مع الأو والأخرين ما يهمناش. طيب كيف كيف هنا عندنا زوج احتمالات، كيف كيف عندنا زوج احتمالات. تمرين 19، تمرين 19 طيب او زائد او تعطينا، معناه هنا ما قال لك لا او لا والو، هنايا 216 عندنا، شوف 1 2 3 4 5 6 حلول صحيحه، 6 حلول صحيحه. انا غلط، تبع معايا مليح، 216 وعندنا 206 وعندنا 291 وعندنا 281 وعندنا 271 وعندنا 231. 1 إذن الحالة الأولى عندنا 6 حالات صحيحة، 1 2 3 4 5 6. في هذا 6 حالات صحيحة، في هذا 6 حالات صحيحة الأو يخرج لنا 2، الأو يساوي 2. علاه حوسنا على الأو؟ علاه نحوسوا على الأو باش نشوفوا لها صحيحة؟ لأنه دائما أو زائد أو تعطينا أو، إذن اثنان، لما قلنا او تساوي اثنان، معناه هنا اثنان وهنا اثنان وهنا اثنان. تبع معايا مليح في الورقة، 216 زائد 216، 206 زائد 206، 291 زائد 291، 281 زائد 281، وهنا 271 زائد 271، و 231 زائد 231. انتبه، دائما او زائد او تعطينا او، اذا هنا الاو اثنان، لاحظ معناه هنا تخرج اثنين 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 اثنين. انتبه شوف الاو وراه، اثنين 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 اثنين. اذا الحالات الاولى ولا الاحتمالات الاولى لما يكون الاو يساوي اثنان، عندك 6 حالات صحيحه. نديروا نكملوا الحل، 432 هنايا، هنا 542، هنا 562، هنا 582، هنا 412، وهنا 432. إذن هذه الحالات الأولى الصحيحة، عندك 6 حالات لما يكون الأو يساوي 2، هاي 1 زائد 1 تعطينا 2. طيب في الحل اللي مديرينه في الورقة، هنا حل في الورقة رام دايرين 8 حلول صحيحة، انتبه باش ننبهو مليح، 1 2 3 4 5 6، زادوا هذا الزوج، هذا الزوج خطأ، هذا
هادو زوج خطأ راهم دايرينهم في الورقة، راكم مبينو عليه خطأ، راكم مبينو عليه خطأ. شوف 268 زائد 268، شوف 8 زائد 8 16. اذا ما خرجتليش الاو هنايا، هنا من المفروض تخرج اثنان. اذا هنا الاحتمال الاول خطا، هذا خطا، هذا خطا. كذلك 263 زائد 263، 3 زائد 3 6، ما تخرجش اثنان. اذا هذا ثان خطا، هذا الاحتمال، وهذا الاحتمال خطا، ما تخرجش 472 غلطوا، هذا خطا وهذا خطا. هذا اللي صحاح كامل، ست حالات صحاح، يكون الاو يساوي اثنان. هذه الحالات الاولى، الحاله الاولى ها رانا في التمرين التاسع عشر، عندك ست حالات صحيحه، يكون الاو يساوي اثنان، والحروف الاخرى ما تهمنيش، يهمني غير الاو. الاو ثان، او زائد او يعطينا او، اذا الاو، الاو هنا خطره، خطره ستة، خطره واحد، انتبه. المهم الاو هو اللي ما نغلطش فيه، الاو اثنان. ست حالات صحيحه، ورانا نبهنا بلي زوج حالات خطا، هادو راهم خلط خطا اللي مدايرينهم في الورقه. طيب الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني لما يكون او يساوي ربعة، الاو يساوي ربعة، الاو يساوي ربعة، راهم دايرينهم في الورقه هنا كيما راكم تشوفوا. الاو يساوي ربعة، عندك واحدة زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة، سبع حالات صحيحة. 467 زائد 467 تعطي لك 2، هي 934. الحالة الثانية 457 زائد 457 تعطي لك 914. إذا 1 هي 457 و 2 914. إذا هذه الحالات كلها صحيحة. إذا عندنا ست حالات لما يكون او يساوي اثنان، وعندنا سبع حالات لما الاو يساوي أربعة، الاو يساوي أربعة. طيب التمرين اللي بعده، التمرين رقم 20، الشفرة المستطيلة، الشفرة المستطيلة. قال لك قم بتشفير كلمة حاسوب. كلمة حاسوب هنايا في الأرقام ماذا نعني بها؟ ما هما أرقامها؟ ما هي أرقامها؟ شاندير كما الساعة، كل حرف نشوف ماذا يقابله، الحاء وراء الحاء، الحاء ذا ما يقابلها فا، نكتب فا تحت الحاء. الألف ماذا يقابله؟ ظا. السين ماذا يقابله؟ الهاء. الواو ماذا يقابله؟ وهكذا. إذا تشفير تاع كلمة حاسوب هو هذه الكلمة، هذه فظ فشط، فظ فشط، فا ظا فا شين طاء. إذا هذا هو الحل تاع هذا التمارين، تقريبا كاين 20 تمرين، أنا حليناها كامل 20 تمرين. طيب نديرو طلع على تاع تونس، كما قلت هذا تاع تونس، تاع تونس، ألعاب الأولمبية تاع تونس. التمرين الأول كما راكم تشوفوا، العدد الذي قبل ما نروح نشوفوا الحل، هذاك الحل، ما هو أصغر عدد صحيح طبيعي فيه 223 رقم؟ شوف التمرين يحتاج إلى، يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى وقت. طيب أمدير لهم ساعتين، المدة ساعتين زود سوايع. عدد كبير فيه 223 نيميرو، مجموع أرقامي كي نتجمعوهم نصيبو 2022، ويقبل قسمة على 8 وعلى 25 في آن واحد. إذا نذكر التلاميذ باش يراجعوا المضاعفات، خاصة التلاميذ تاع السنة الخامسة، راجعوا تمارين درس المضاعفات، وما تشوفوش المضاعفات الاثنين والثلاثة والعشرة الساهلين، لا، شوفوا الثلاثة الرابعة الثمانية السبعة التسعة كامل، مضاعفات جميع الأرقام. كذلك راجعوا مستقيمات المتوازية المتعامدة. هذا أرقام عادية عادي. طيب هذا ما حبيت نذكركم به. طيب هذه الاشياء اللي حبينا نحلوها، حبينا نعاونكم بها، بعض التمارين بعض النماذج ان شاء الله نكون نفعناكم. طيب بعض الوصايا، بعض التنبيهات،
الناس اللي راح يديروا غدوة تصفيات ولا راح يشاركوا في التمارين غدا في المديريات ولا في بعض الثانويات، أول حاجة لازم تستيقظ باكرا، استيقظ باكرا، تصلي صلاة الفجر في وقتها، تقرأ أذكار الصباح، تقرأ شوية قرآن، دي معك قرعة ما قرأ فيها سورة الفاتحة، ودي معك قرعة ما بعض الأذكار اللي ما تنساهاش، مثلا الذكر، عندنا ذكر خاص لما الإنسان تكون عنده مسابقة، عنده شيء مهم، هو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات. لما يكون عندك اختبار، عندك فرض، عندك مسابقة، عندك أمر مهم، هذا الذكر دائما تواظب عليه 7 مرات، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وسيوفقك الله عز وجل. كذلك ثق في نفسك، مادام تم اختيارك لهذه المسابقة فتأكد أنك أي تمرين ممكن تحله، أي تمرين يعطوك ممكن تكون تحله، لازم تصبر، قرأ التمرين مليح، ما تقولش ما نقدر نلوجه هذا صعيب، لا ما كاش حاجة صعيبة، استعين بالله، لما عطاوك تمرين وجاك صعيب وما عرفت اذكر الله، ولا نسيت أمر اذكر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، واستعين بالله عز وجل وافعل ما يجب فعله والنتيجة من الله. هذا نقطة مهمة، كثير من الأولياء ولا الأساتذة يقول لك اللي يتعب بزاف ينجح بزاف، خطأ ليس صحيح، في بعض الأحيان نديروا سبب غير صغير وتكون النتيجة كبيرة، وفي بعض الأحيان نديروا أسباب كثيرة، نديروا كلش نحفظوا كلش وتكون النتيجة ما كانش ولا نتيجة صغيرة. علاه؟ لأن النتائج من الله، المسلم في هذه الدنيا يفعل ما يجب فعله ويفعل الأسباب لكن ينتظر النتيجة من الله، قادر يبي يعطي لك بزاف قادر يعطيك قليل، المهم افعل السبب فقط، راجع وافعل ما يجب أن تفعله واذهب لهذه المسابقة وإن شاء الله ربي يوفق جميع التلاميذ، استعين بالله وقرأ الأذكار كما قلت، وثق في نفسك، ثق في نفسك واذكر الله داخل القاعة وإن شاء الله ربي يوفق جميع التلاميذ اللي رايحين لهذه المسابقة غدا، ربي يوفق جميع أبنائنا وأبناء المسلمين. إن شاء الله نكون نفعناكم بهذه الفيديوهات الثلاثة، اللي عنده سؤال ولا استفسار ولا أي أمر ولا يخليه لي في التعليقات. بارك الله لي ولكم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.